أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول في آخر أسئلته: شخص يريد أن يرد الحق إلى أهله لكنه لم يجدهم ولا يمكنه أن يتوصل إليهم، فبما توجهونه؟ إذا تعذر عليه الوصول إلى أصحاب الحق حاضرا أو مستقبلا، يعني تعذر تعذرا كليا ولا يرجو أن يعثر عليهم ولا في المستقبل، فإنه يتصدق بالمال الذي عنده على نية أن أجره لهم، وإذا جاءوا فيما بعد يطلبون ما لهم فإنه يخيرهم، إن شاءوا أمضوا الصدقة ولهم الأجر، وإن شاءوا دفع إليهم المال ويكون أجر الصدقة له هو.